خلال الساعات اللي فاتت اتصدر اسم الفنان محمد إمام السوشيال ميديا وبقى حديث الجمهور بعد توقف تصوير مسلسل الجديد كوبرا وخروجه من السباق الرمضاني 2024 بسبب تصريحاته الأخيرة في السعودية اللي حطته في مأزق مش عارف يخرج منه. يا ترى إيه اللي حصل مع الفنان محمد إمام وإيه حقيقة خروج مسلسله من السباق الرمضاني؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. بعد الهجوم اللي تعرض له الفنان محمد إمام من الجمهور السعودي مؤخراً اتصاعدت أزمته وامتد تأثيرها لمسلسله كوبرا واللي كان بيستعد لعرضه في السباق الرمضاني 2024، وتداولت أنباء خلال الساعات اللي فاتت عن أنه تم تأجيل تصوير المتبقي من المسلسل وأنه خلاص هيتعرض في 2025 بدل 2024، خصوصاً أنه منتج المسلسل سعودي الجنسية، وده اللي أثر على محمد بالسلب جداً وخلاه يخرج عن صمته ويرد على كل الهجوم اللي تعرض ليه في الفترة اللي فاتت. ومحمد كتب على صفحته على السوشيال ميديا وقال: تابعت الفترة اللي فاتت جدل بسبب كلمتي في حفل جويا وورد، أكن للمملكة السعودية بقيادتها وشعبها ورموزها كل الحب والاحترام كما أكنه لبلدي أو لأي بلد عربي. مش بس كده، محمد إمام قال: أنا سعيد بالنهضة الفنية العالمية التي تحدث فيها وعلى التكريم الجميل للزعيم، وأشكرهم دائما على حفاوتهم في استقبالنا. أعلم أن لي جمهور كبير جدا في السعودية، قالوا أفلامي عندهم من أعلى الإيرادات ومسلسلاتي من أعلى المشاهدات. محمد إمام قال كمان: أنا فنان مصري عربي قبل كل شيء، وتربيت على أن الفن وسيلة للتواصل بين الشعوب وفهمهم لبعض البعض وتقبل الآخر، وهذا أسمى معاني الفن، وأتمنى أن أخدم هذا المعنى. كل الحب والاحترام لجمهوري في كل الوطن العربي. وبعد ساعات من رد محمد على الهجوم ده، المنتج السعودي للمسلسل حسن عسيري خرج هو كمان عن صمته وأعلم موقفه من تأجيل التصوير، وقال في بيان صحفي رسمي انه ما أجلتوش اي تعليمات من اي جهة بخصوص ايقاف المسلسل، وقال كمان: بدأنا التصوير في 13 يناير اللي فات وتوقفنا مرتين لظروف سفر الممثلين وجداول ومواعيد التصوير لبعضهم، وبعيدا توقفنا لحضور حفل جويا وورد واللي شارك فيه بطل المسلسل. مش بس كده، المنتج حسن عسيري نفى جملة وتفصيلة وبصورة قاطعة الشائعات اللي تم تداولها مؤخرا حوالين توقف العمل في المسلسل، وقال: هذا الكلام عاري تماما من الصحة، وكل ما ذكر غير صحيح، والتصوير مستمر بمشاركة فريق العمل بأكمله، والجميع يعمل بأقصى طاقة ممكنة. مش بس كده، عسيري قال كمان: بنتوقف كل مرحلة تصوير أو خلال الانتقال لموقع رئيسي جديد لمدة يومين أو ثلاثة، وتحديدا بعد مشاهد الأكشن الكبيرة والخطيرة. وخلال كلامه العسيري أكد على سعادته بتجربة مسلسل كوبرا وتعاونه مع الفنان محمد إمام، وكمان قال إنه متفائل بردود الفعل اللي منتظرت صاحب عرض المسلسل، وده لأن الكتابة فيه مختلفة عن كل الأعمال المطروحة في الساحة حاليا. وكمان العسيري قال إنه مبسوط من التكنيك اللي بيتبعه المخرج أحمد شفيق في طريقة التصوير والتناول. والجمهور السعودي غضب من محمد إمام بسبب تصريحاته الأخيرة اللي قالها في حفل جويا وورد في المملكة العربية السعودية، لما طلع على المسرح علشان يستلم هو وأخوه المخرج رامي إمام جائزة والدهم الفنان الكبير عادل إمام. وقتها محمد أخذ الكلمة من أخوه واستغل الفرصة علشان يعبر عن دعمه للشعب الفلسطيني، وقال: عايز أقول تحية كبيرة للشعب الفلسطيني البطل، وإحنا مش ناسينكم ودايما في قلوبنا. وبعد تأكيد منتج المسلسل على استكمال التصوير، أصبح من المقرر إن كوبرا هيتعرض في رمضان اللي جاي على شاشات MBC ومنصة شاهد، وهيشارك البطولة مع محمد إمام عدد كبير من النجوم، منهم مجدي كامل وكزبرة ومحمود عبد المغني ومحمود البزاوي وأحمد عبد الحميد وأيمن عزب وصفاء التوخي ودنيا ماهر وأحمد فتحي وألحان المهدي ومجموعة من الفنانين، والعمل من إخراج القدير أحمد شفيق.